دكتور نبيل رشوان خبير في الشأن الروسي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا. هل ترى مع نيوزويك وفوندرلاين وشارل ميشيل وكل التصريحات الأمريكية وعلى رأسها تصريحات جو بايدن منذ قليل أن هذا الهجوم الروسي غير مبرر على الإطلاق؟ هو الحرب كلها، الحرب بصفة عامة في أي مكان في العالم غير مبرر. أي لأن لها ضحايا وليها خسائرها الكثيرة يعني، وليها تأثيرها على اقتصاد الدول، سواء الدول اللي بتحارب أو الدول اللي هي مش بتحارب يعني. واخد بالك أنت يعني، أنت حرب زي دي لها تأثير علينا حتى هنا في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق كثيرة من العالم. طبعاً تأثيرات اقتصادية جبارة طبعاً هتحصل. لا طبعاً بلا شك، بلا شك طبعاً. لكن حضرتك من يعني من كخبير في الشأن الروسي، ترى انه بوتين يعني لديه جزء من الحق فيما يقوله بخصوص انه مطالباتنا منذ ضعف الاتحاد السوفيتي وتفكك بضمان الامن في شرق اوروبا لا تقابل الا بالسخريه، وانه لو دخلت هو مش لا تقابل الا بالسخريه، هي قبلت بتوسع الناتو شرقا، الامعان في التوسع، الامعان في التوسع. طيب يعني مسألة صعبة للغاية. طب يعني حضرتك يعني حضرتك شايف بناء على كده انه يعني المفروض كانوا يعملوا ايه او ازاي روسيا تضمن امنها وهي قوة برضو قديمة كبيرة في العالم يعني؟ الحوار ما العملية ما هياش يعني، ما هو لو كل واحد امتلك سلاح بقى يعني العملية صعبة شوية، هتبقى فوضى مش كده؟ طبعا. طيب جو بايدن منذ قليل قال ان بوتين اختار طريق الحرب وعليه تحمل نتائجها ورفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الاخرى، بينما روجت روسيا لمزاعمها لغزو اوكرانيا وخططت لهجومها منذ فترة. ايه رأي حضرتك في هذه التصريحات؟ طبعا ما فيش شك يعني، لا مش عايزين نقول روسيا خططت للموضوع، طبعا روسيا حشدت القوات وجهزت نفسها، لكن وده طبيعي جدا لأي حد عايز يفرض شروطه أو عايز يحقق أي نوع من التنازلات من الجانب الآخر المضاد، ده شيء طبيعي. تمام. وكان يجب على الغرب طبعا يعني أنه يقدم بعض التنازلات، أو روسيا قدمت شروطها، هم يبدو كان الرد يعني تجاهلوا ضمانات الأمنية الخاصة بروسيا. أي. تجاهلوها تماما، وفي ردهم حتى على روسيا يعني الرد الكتابي. أي. طبعا هذا الكلام لم يعجب روسيا يعني كثيرا، ومن ثم يعني أقدمت على العملية العسكرية التي تقوم بها الآن. أي. ونتعشى من الموضوع يعني ينتهي، مش هنقول ينتهي على خير يعني إن شاء الله، بس شاء الله. لكن الموضوع يعني أرجو إن هو ما يستمرش لفترة طويلة، لأن استمراره لفترة طويلة من الممكن أن يعمل نوع من الاستقطاب لعناصر إرهابية. أيوة من مناطق أخرى يعني، فتطول تطيل أمد هذا الصراع لفترة. شكرا جزيلا دكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي.